على هامش زيارته لمدينة بالا، حضرة مايو كبير غرب التقى معالي رئيس الوزراء بايمي باداكي ألبير بأهالي قرية جوين التابعة لمركز إدارة توروك مسقط رئيس الوزراء، بغية الاستماع إلى مطالبهم وإيجاد الحلول اللازمة لها. فاطمة زهراء أبو المعالي. هكذا خرج سكان قرية جوي التابعة لمركز إداري توروك، خرج في جماهير حاشد لاستقبال رئيس الوزراء بايمي باداكي ألبير الذي يجيء للمرة الثالثة لزيارة لمسقط رأسه منذ توليه محامه كرئيس للوزراء. وفور وصوله إلى القرية كان في استقباله محافظ قرية جوي وعدد من مختلف الشيوخ التقليديين وكوادر مسؤولي حزب التجمع الوطني للديمقراطيين الجادين ومجموعة من فرق الرقصات الشعبية المختلفة بالقرية. وبعد أن حذي رئيس الوزراء بايمي باداكي ألبير والوفد المرافق له حذي باستقبال حافل من قبل أهالي القرية رجالا ونساء شبابا وشيبا، توجه معاليه إلى مقر إقامته.